وبالذات في هذا الشهر الفضيل الذي يتخلله زيادة في عمليات الإنفاق الاستهلاكي على مختلف السلع، مشددا على ضرورة الالتزام بالأوزان والمواصفات والمقاييس المعتمدة والجودة اللازمة في المواد المباعة، وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بشروط الصحة والسلامة ومراعاة لحقوق المستهلك والحفاظ على أمنه وسلامته. وأكد عدد من التجار والبائعين لوزير الصناعة والتجارة أن هناك مؤشرات إيجابية بحدوث انخفاضات سعرية بسيطة على عدد من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، خاصة في ظل اطمئنان الناس بتوافر احتياجياتهم وعدم التهافت غير المبرر لشراء كميات كبيرة من المواد وتخزينها، مشيرين إلى التزامهم الكامل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة للحفاظ على الاستقرار التمويني وتلبية حجم الطلب على المواد الاستهلاكية والغذائية للمواطنين. واستمع الوزير هشام شرف خلال الزيارة لملاحظات عدد من المستهلكين الذين أشادوا بحرصه الدائم والمستمر على النزول للأسواق لتلمس المشاكل والصعوبات التي تواجههم عن قرب ووضع الحلول المناسبة لها أولا بأول، منوهين بالاستقرار التمويني وتوفر كافة السلع والمواد الغذائية. كما زار وزير الصناعة والتجارة المحطة المخصصة لتزويد الأفران والمخابز بأمانات العاصمة باحتياجياتها من مادة الديزل، واطمأن على مدى تنفيذ الخطة المعتمدة في هذا الجانب. والتقى بهذا الخصوص عددا من ملاك المخابز والأفران الذين عبروا عن تقديرهم للدور الإيجابي الذي لعبته هذه المحطة في تزويدهم باحتياجياتهم من مادة الديزل لضمان سير عملهم بشكل طبيعي، لافتين إلى أهمية زيادة الكميات المخصصة لهم، حيث جدد الوزير هشام شرف بهذا الصدد التأكيد على التزام الوزارة بتلبية متطلباتهم وفقا للحاجة الضرورية، منوهين بالجهود الحكومية المبذولة لتوفير مادة الديزل وبكميات كافية وكبيرة في أسواق الجمهورية. واطلع وزير الصناعة والتجارة على سير العمل في عدد من محطات بيع المستلقات النفطية والتي اختفت فيها الطوابير الطويلة للسيارات بعد توفير الحكومة للبنزين الخالي من الرصاص بكميات كافية، حيث نوه عدد من مالكي المركبات بهذا التوجه الذي قضى على السوق السوداء والتي افتعلها تجار الأزمات والممارسات غير المشروعة من غش وتدليس في هذه المادة الحيوية. أولا طبعا زيارتي للمحطة
مدينة تعز هي جزء من برنامج الزيارات الميدانية للعديد من محافظات الجمهورية. وجدت فعلا في تعز الاستقرار التمويني موجود، التنظيمات أو الترتيبات الجارية من قبل مكتب الصناعة والتجارة ماشية بشكل طبيعي جدا فيما يخص السلع وفيما يخص الأسعار، كذلك فيما يخص المواد المشتقات النفطية، المشتقات النفطية موجودة، البترول المحسن موجود في كل المحطات تقريبا. وألاحظ أن الأخوان في تعز متعاونين جدا فيما يتعلق بالتعامل مع الزيادات السعرية البسيطة التي طرأت في الفترة الأخيرة. كانت هناك مشاكل خاصة بالديزل نقل المواد الغذائية، الآن أنا أؤكد لأخوة المواطنين مرة أخرى كل القاطرات التي تحمل مواد غذائية بشتى أنواعها تصل إلى تعز، تصل بالديزل المدعوم 50 ريال للتر القاطرات، وبالتالي أتمنى أن يستمر هذا الاستقرار التمويني. كذلك خطة الوزارة في تنظيم عملية توفير المواد السلعية بالتنسيق مع القطاع الخاص تمشي بشكل طبيعي، وأتمنى التعاون الكبير من كل المواطنين، كل إخوان المواطنين الذين يجدون مشاكل أتمنى أن يبلغوا عنها مكتب الصناعة والتجارة بتعز مع المجلس المحلي، يقوم بعمل كبير جدا ويتواصل معنا عن طريق غرفة العمليات المركزية، وإن شاء الله مدينة تعز تجد في الأيام القادمة استقرار أكبر. كذلك بالنسبة للأسعار، أنا أبشر إخوان المواطنين مرة أخرى بدأت حركة انخفاض بسيطة في الأسعار، ستكون إن شاء الله بشكل ملحوظ مع توفر السلع وتوفر المنافسة على المواطنين أن يذهبوا إلى أكثر من مكان للحصول على السلعة المناسبة وبالسعر المناسب. وبالنسبة للبترول، البترول يعني هناك محطات ستكون للبترول 1500 أو البترول المدعوم، ستخصص محطات معينة، لكن البترول المحسن هو الذي سيستخدم خلال الفترة القادمة للقضاء على المهربين، للقضاء على شحة المادة ولإحداث نوع من الاستقرار في السوق. ولهذا أتمنى من الأخوان كذلك يتعاونوا معنا خلال فترة الأزمة، فترة الأزمة تستدعي وقوف المواطنين معنا حتى نخرج منها، وإن شاء الله عندما تجي الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد نقرر العديد من الخطوات التي ستعيد الأوضاع إلى سابقها إن شاء الله. شكرا. شكرا.